entre la solitude d'autrefois et la solitude d'aujourd'hui avec toutes les activités qu'on peut faire de nos jours. تدي واحد البريزونطاسيون جلوبال بحال اللي كتقدم، وهذه راه هي مقدمه. شنو هي مقدمه؟ المقدمه هي اللي كتكون فيها يعني شنو غادي يتقال، يعني كتقول الاستاذ ها شنو غنهضر انا في السوجي ديالي، وهذه كتنفعك انت قبل ما كتنفع الاستاذ، لان يعني المقدمه ديالك كتليميتيك ما كتخليكش تبقى عشان تقوي الهضره ولا شي حاجه. المقدمه ديالي انا قلت غادي نهضر على الكوز والكونسيكونس ولي سوليسيون، ما نخرجش على شي حاجه اخرى. قلت غادي نعطي دي زيكزومبل من لابواط اميغدي، غنعطي دي زيكزومبل من لابواط اميغدي. يعني ها الانتروداكسيون سوا كنهضر على البريزونطاسيون ديال السوجي، سوا لا ديفينيسيون ديال السوجي، سوا لا جاتك ديفينيسيون صغيره كما قلت لكم ديال السوجي، دير هذيك الديفينيسيون ودير ان بريزونطاسيون. نقزنا جوج سطور ديالنا غنجيو سكون نابيل لو ديفلوب، العربيه العرض. هاد ديفلوب مو اول حاجه خصني نعرف ان عندي فيه دي زيدي، كاينه ليدي الاولى مثلا لي كوز ديال لا سوليتود. عندنا ليدي دو اللي هي لي كونسيكونس، وعندنا ليدي تروا اللي هي لي سوليوشن. علاش خليت ليدي تروا؟ حيتاش ليدي تروا لي سوليوشن تقدر الا بغيتي ديرهم في الديفلوبمون، وتقدر الا بغيتي ديرهم في الخاتم، وغادي نقول لكم علاش. ايدي تروا هاد لي دي ان ملي كنقولوا لي كوز راه بطبيعه الحال ما يكونش كوز وحده، يعني عندنا الفكره سوزيده، يعني الفكره الثانويه الاولى ديال الاول الكبير، وسوزيده دو وسوزيده تروا، ويمكن يكون اكثر. لا ميم شوز هنا، سوزيدي دو الاولى الثانيه، عاوتاني لا ميم شوز عاوتاني هنا، سوزيدي تروا فيها ايدي صغيره، وهذه فيها حتى هي ايدي صغيره، وما خفيه كان اعظم. فانا دابا بغيتكم تفكروا معايا غير اون تيرم دو لوجيك. الى جيتي قلتي مثلا ليكوز، وجيتي قلتي اول فكره في ليكوز، غادي نقول مثلا حيت ليكو شنو كنقول ايدي الاولى ليكوز راه هو واحد السطر غادي تسرحو على قدو، تقول ليكوز دو لا سوليتود دو لونفون، اي ولا اي اكزيست بليزيور كوز دو لا سوليتود دو لونفون، بارمي سي كوز جو بو سيتي. انت دابا جمله هاد، يعني من هاد الاسباب كاين تقول مثلا لوكوباسيون دو لا فام بار لي بيزوان دو لا ميزون، لو فيت ان لا فام ديك لوقيته كانت مهتمه غير بالامور ديال البيت ديالها، فما كانش عندها وقت باش انها ربما تهضر ولا تلعب مع ولدها ولا تعطي وقت ولا. هذه ليدي الاولى. ليدي الثانيه مثلا تهضر على لو بابا، لي كوز ديال لو بابا ان لو بابا كيمشي للخدمه ديالو، ملي كيرجع كيرجع مهدود، دونك اي نا با انتيغي يشوف ولدو ولا يكون عنده ان كومينيكاسيون مع ولدو باش يعرف شنو باغي، ولا يخرج معاه ولا يضحك معاه، كيجي كينعس باش ينوض غدا عاوتاني يمشي للخدمه. كتجي لي كونسيكونس، لي كونسيكونس لو فيت دحم الصفري، وي مثلا كتقول عاوتاني نفس الجمله، كتسرح واحد الجمله طويله باش دير بها هذه. لي كونسيكونس دو لا سوليتود سون اوسي بليزيور، ولا نو افون بليزيور كونسيكونس كونستاتي دو لا سوليتود دو لانفون، بارمي ايل لي اون لو فيت كو، ونقول حمد الصفري وي مثلا، لو فيت كو لانفون بو كريي ان موند ايماجينير، باغ اكزومبل حمد الصفري وي كي ا créer son monde imaginaire avec son ultime ami qui est la boîte à merveilles. Le fait que la personne est fermée à soi malgré la présence d'autres enfants dans la vie, d'autres enfants, d'autres collègues, d'autres comme l'enfant ne se sent pas intégré dans la société. Par exemple, le fait que même Hamed Sfraoui part en Syrie, ou même que Hamed Sfraoui a un enfant qui vit avec lui qui s'appelle Zineb, il ne la considère jamais comme une véritable amie. Son véritable ami est la boîte à merveilles. Où est-ce qu'on développe? Quand j'ai les solutions, parmi les solutions, le fait d'essayer de faire intégrer l'enfant dans la vie de famille, dans la vie de société,
شنو هو ليكزومبل لا فيديو سوسيتي مثلا؟ ليكزومبل ان ملي كانوا دوك لي بريباراتيف ديال عاشوره، يعني الدريس انتيغرا مشى مع الدراري حتى هو بحاله، وبدا حتى هو كيصباغ وكيقاد في المسيد. يعني هنا ما كايناش سوليتود. علاش؟ لانه انتيغرا تيدير واحد العمل مع الاصدقاء ديالو، ولا ملي ولات كديه ماما معاه ملي كيكون عندها غدا عند لاله عائشه ولا غدا تزور شي ضريح، ملي كديه معاه فهي كتانتيغري. مسميت حتى بابا نهار عاشورا ملي دا عند الحلاق ولا دا للجامع ولا دا ولا مشى للقيصريه باش يشري حوايج جديد. ما نقولوش ان هذيك الساعه احمد الصفريوي كان تيحس براسو سهل. علاش؟ لانه ديك الساعه كان هو وسط الموضوع، ان لم يكن هو الموضوع الاساسي اللي كيدور عليه داك الشيء. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني ديما كنهضر وكندير اكزومبل. لاحظوا دابا حنا تنهضروا غير ما كتبناش، يعني تنهضروا غير بشويه علينا وغير كنناقشوا افكار. ولاحظوا فين وصلنا العدد ديال الافكار اللي وصلنا. فعلاش قلت لكم راه مورا هذا الشيء ان شاء الله ملي تشوفوه وتحاولوا تطبقوه ما يبقاش عندك مشكل ديال ما عندي ما نكتب، غادي يبقى عندك مشكل ديال خصني نعزل شنو غنكتب دو كاليتي. بحال دخلتي للمارشي ولقيتي جميع انواع الخضروات والفواكه كاينه، شنو تيبقى لك انت؟ تيبقى لك انت غير خصك تعزل لينا شي خضره ولا شي فاكهه دو كاليتي. راه كلشي موجود، غير انت خصك تعزل لينا شنو اللي مزيان. هذه اللي درت هنا نقزوج السطوره باش كندخل.